عبادة جماعية غير مسبوقة حتى في حرب الجيوش. أنا أؤكد أن المشهد المستمر في ربع العدوية على مدار التسع ساعات الماضية من السادسة صباحا وحتى الآن لم يحدث في غزة من الكيان الصهيوني على مدار 25 يوم أثناء الحرب الصهيونية على غزة في 2008. هذه المجزرة حرب عبادة جماعية. الصورة في غاية الوضوح أن عبد الفتاح السيسي الآن يدرك أن الانقلاب قد فشل وأن مصيره المحاكمة الجنائية، ومن ثم فهو يسعى لتوريط الجيش المصري أو لتوريط الشعب المصري في حرب أهلية أو توريط أكبر قدر من القيادات العسكرية في دماء المصريين التي وصلت حتى الآن مئات، لا نستطيع أن نحصي عدد القتلى الشهداء الذين تم قتلهم من خلال القناصة، القناصة من الطائرات والقناصة من فوق المنشآت العسكرية. كل المباني العسكرية التي حولنا اعتلاها القناصة ليقتلوا إخواننا بالرصاص الحي، قنصا في الرأس في الرقبة في القلب والصدر، ليس لفض اعتصام، لكن أؤكد هي حرب إبادة جماعية، هي مجزرة سلخانة تحولت لها ربع العدوية. الجثث في كل الطرقات، الجرحى في كل الممرات، لم يعد أمامنا مكانا لا في قاعة ولا في مسجد ولا في مستشفى ميداني ولا في مستشفى مجاور لنضع فيه جثث الشهداء أو لنضع فيه الجرحى أو لنتعامل معهم. لكن الأخطر من هذا أن هذا الكيان العسكري الغاصب المحتل لهذا الوطن ظلما وعدوانا يجهز على الجرحى، يمنع سيارات الإسعاف، قام بتدمير كل الأدوية، مخازن الأدوية التي كانت موجودة في المستشفى الميداني، بل هو يحاول الآن أن يحيط المستشفى الميداني من كل جانب بالحرق بالقتل ليتخلص من الجثث التي هي الآن على أقل تقدير فوق 300 شهيد، والجرحى بالآلاف، والجراح كلها بالرصاص الحي، والجراح والله إما انفجار في الدماغ في الرأس وإما في الرقبة وإما في القلب والصدر. أنا أتحدث إلى قيادات القوات المسلحة. عبد الفتاح السيسي يدرك أن الانقلاب قد فشل وأنه سيقدم لمحاكمة جنائية عاجلا أو آجلا، وبالتالي هو يسعى لتوريطكم وتلويس أيديكم بالدماء حتى لا يقف وحده موقف المحاكمة. عبد الفتاح السيسي يدرك الآن أن المصريين حتى إذا فض اعتصام ربع العدوية أن ميادين مصر كلها قد صارت ميادين اعتصام وقد صارت ميادين ثورة، وأنها ستنهي خلال ساعات أو أيام هذا الانقلاب العسكري. وبالتالي هو ليس غبي، هو لا يفض اعتصام، فهو يعلم أن الاعتصام حتى لو تم فضه في ربعة بآلاف من الشهداء فإن الاعتصام والثورة ستملأ ميادين مصر، لكن هو حريص على توريط القوات المسلحة، بل قد يدفع بالشعب المصري إلى حرب أهلية ليهرب هو من المحاكمة الجنائية. انتبهوا أيها القيادات في القوات المسلحة، انتبهوا يا ضباط وجنود القوات المسلحة ويا ضباط وجنود الشرطة، أن عبد الفتاح السيسي الآن يورطكم حتى لا يكون الجاني الوحيد، يلوث أيديكم بالدماء حتى تكون شركاء معه في الدم الذي اقترفه. أنا أناشد قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة، وإذا لم تقم القيادات بهذا فأناشد الضباط والجنود، ليس فقط الامتناع عن تنفيذ التعليمات والأوامر، بل خلع الزي العسكري والزي الشرطي والعودة إلى البيوت، لأن هذه الشرطة وهذا الجيش فقدا الواجب الوطني، فقد الواجب الأخلاقي، فقد القيم الإنسانية. وبالتالي أناشد كل شريف في المؤسسة العسكرية أو في الشرطة المصرية أن يخلع الملابس الرسمية ويعود إلى بيته ويعلن بشرف أنه لن يقبل أن يكون أداة لقتل المصريين. أنا أناشد المصريين جميعا، إحنا مش بنقول لكم تعالوا انزلوا ربع العدوية حمونا، أبدا. قتل إخواننا وصعدوا إلى السماء والحياة صارت لدينا رخيصة بعد قتل أبنائنا وإخواننا وأخواتنا. وبالتالي نحن لا نطلب حماية ولا نطلب تأمينا ولا نطلب أن تدعمونا في رعب ربع العدوية من القتل، لكن نطلب
أن تحافظوا على إنسانيتكم، أن تحافظوا على ضمائركم، أن تنزلوا مساجد مصر، أن تنزلوا شوارع وميادين مصر جميعا لتقولوا انتهى هذا الانقلاب العسكري وانتهت دولة الانقلاب العسكري الدموية التي حولت مصر إلى مجازر. وأقسم بالله أنكم إذا بقيتم في بيوتكم فإن عبد الفتاح السيسي حيورط هذا البلد لتصبح سوريا. عبد الفتاح السيسي سيدفع بهذا الوطن لحرب أهلية لينجو هو من المشنقة. انتبهوا أيها المصريين، انزلوا لتعلنوا الآن انتهاء دور القوات المسلحة في الحياة السياسية، لتعلنوا الآن انتهاء الانقلاب العسكري، لتعلنوا الآن أن المؤسسة التي تقتل شعبها لا تستحق أن يبقى ضباطها ولا جنودها يستجيبون لتعليماتها. أنا أخاطب ضمير العالم، المؤسسات الدولية، المجتمع الدولي، المنظمات الحقوقية، الوفود الأوروبية التي جاءت زارت ربع العدوية وتيقنت من سلمية المعتصمين، لكن يبدو وكأنها تورطت في عمل مخابراتي، قدمت التقارير للجيش لتقول له اقتل وانت امن، فهؤلاء سلميين لن يواجهوك بالقوة. وبالتالي اذا لم تتحركوا الان ايتها المؤسسات الدولية، ايتها الوفود الاوروبية، ايتها المنظمات الحقوقية في العالم لتوقفوا هذه المجزرة وحرب الإبادة الجماعية، ستكونوا شركاء في قتل هذا الشعب، ولن يغفر لكم المصريون عبر التاريخ أنكم جئتم لترفعوا تقارير بسلمية الاعتصام لتخدم قتل المصريين على يد السفاح عبد الفتاح السيسي وشركائه. أنا أخيرا أشد على يد هؤلاء الأبطال المغاوير الذين يا الشعب المصري لا مصلحة لهم في هذا الصمود وتحمل هذا وتقديم هذه التضحيات وتقديم هؤلاء الشهداء، لا لمصلحة شخصية ولا لمصلحة حزبية كما يحاول أن يضللكم عبد الفتاح السيسي وإعلامه، بل أقسم بالله أن إخوانكم في ربع العدوية وفي النهضة ما اعتصموا وما قدموا التضحيات بأرواحهم ودمائهم وجراحهم إلا من أجلكم أنتم أيها الشعب المصري العظيم، من أجل أن تنتهي الدولة العسكرية البوليسية، ومن أجل أن يتوقف القمع الذي عشنا فيه 60 سنة، ولأجل أن يعيش هذا الشعب في حرية وكرامة وعزة مرفوع الرأس، مش بينضرب على أفاه من المخبر والمرشد بالتخويف من أمن الدولة أو من المخابرات. انتهى هذا الزمان، انزلوا ملوا ميادين مصر لتعلنوا انتهاء الانقلاب العسكري وانتهاء عصر الدولة البوليسية العسكرية والإصرار على أن تبقى مصر دولة مدنية ديمقراطية يرفع فيها المصري رأسه بالعزة والكرامة والحياة الكريمة. أنا لا أعزي الشهداء، وقد قدمت ابنتي روحها واستشهدت مع أخواتها. لن نتحدث عن عزاء، لكن نتحدث عن أعراس الفردوس التي قدمنا فيها التضحيات، لا لمصلحة دنيا من عرض الدنيا ولا لصراع سلطة كما يحاول أن يصور المضللون، لكن والله لا لشيء إلا أن يعيش هذا الشعب وتعيش هذه الأمة في كرامة، في عزة، في رأس مرفوعة، في استقلال وطني، في تحرر وطني حقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله. حول الله لا معطى ولا مخزى. في الفصول قاعدين سلاح عطينا في الخيام اللي ولعوا فيها وبيقولوا رجع يا عمر كده تعالى احمد الفصول ايه ده يا جماعه كان هذا بيانا من الدكتور محمد البلتاجي بثثناه على الهواء مباشرة من رابعة العدوية. والدكتور محمد البلتاجي أشار إلى أنه فقد ابنته في اعتصام أو في فض الاعتصام الذي بدأ اليوم في ميدان رابعة العدوية. أعود مجددا إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ. هل نتوقع أستاذ خالد في المرحلة القادمة استقالة من الدكتور محمد البلدعي كما أشيع إذا ما تم فض الاعتصام بالقوة؟ نعم، بداية يعني اسمح لي أن أنا أعزي الدكتور البلتاجي في وفاة ابنته بكل تأكيد، هي من ضمن المصريات التي
نأسف لقتلها ونعزي بالطبع دكتور البلتاجي. وفي نفس الوقت يبدو أن يعني هذه الحادثة كان لها أثر كبير على الطريقة التي يصف بها الوضع القائم الآن.